على الرغم من جميع التحديات التي يواجهها المزارعون في عموم محافظة الأنبار، إلا أن الموسم التسويقي لمحصول الحنطة وصل إلى أكثر من 30,000 طن، لتبقى بيادر الخير في أرض الرافدين وافرة بالمحاصيل الزراعية. المزيد في سياق تقريرنا الآتي. بدأ القطاع الزراعي في عموم محافظة الأنبار بالانتعاش من جديد بعد انتكاسات شهدها في السابق، لتصطف طوابير المركبات محملة بمحصول الحنطة إلى سايلو الرمادي، ليصل الموسم التسويق المستلم إلى 30,000 طن. بالنسبة للموسم التسويقي لغاية اليوم بلغ رصيد الحنطة المستلمة من قبل فرعنا والمجمع المخزني بما يقارب 30,000 طن، وهذه نسبة جيدة جدا وتبشر بأن هذا الموسم هو موسم خير وبركة على المزارعين. وهذا الموسم التسويقي هو رسالة واضحة وصريحة إلى كل من يحاول الإساءة إلى محافظة الأنبار. وبعد فحص دقيق ولعدة مراحل، يدخل المنتوج الزراعي فحصا مختبريا شاملا لمعرفة درجة نقاوته من الشوائب. النموذج يتم بعدة مراحل، أولا فحص النموذج عن طريق الوزن النوعي، وكذلك الرطوبة، وكذلك الشوائب والشعير والمفردات الأخرى بالسحب. يتأخر النموذج بحدود النصف إلى أكثر من نصف ساعة حسب يعني نوعية المحصول، وكذلك حسب درجة النقاوة في المحصول. يعتبر سايلو الأنبار لتسويق الحبوب الوحيد في المحافظة، حيث يشهد زخما كبيرا في تفريغ المحصول، مما دفع بمزارع الفلوجة والقرمة والعامرية للمطالبة بإيجاد بديلا عنه. نريد مجمع للقرمة والصقلاوية ومجمع العامرية، لأن هاي المحافظة كلها على هذا السايلو. الإجراءات جيدة جدا، متعاونين ويانا بتسهيل الدخول للسايلون، بس الزخم قوي على السايلون، سيارات كثيرة ومزدحمة. والله طالب شوية بتسهيل يعني السيارات الدخول مالها. موسم زراعي وافر برغم من جميع التحديات التي يواجهها المزارعون، ورسالة واضحة مفادها أن بيادر الخير في أرض الرافدين لن تموت.